والله ما ادري ما ادري والله شنو نراهن والشغلة صارت صعبة الحمد لله. ما شريت لحم من زمان مع ان مصاري نشتري لحم. ما عندنا مصاري ما عندنا مصاري والله نشتري لحم. اي والله وهاي جاي نقدر عليه. اي والله انا عندي حق ضحيه ما عندي حق ضحيه ما عندي حق ضحيه ضحيه حقها 20 30 ألف 40 ألف منين اجيب حقها؟ ما عندي والله ما عندي حق ضحيه. والله ما قلت مصاري مصاري ما في مصاري. يعني شوفت عينك على هالوضع شلون؟ من آخر رمضان ما أكلنا لحم. نزحنا صارنا أكثر من سنة نازعين غير مرة ما أكلنا. قلة مصاري ما في عنا نشتري. شايفة حالتنا شلون أنا وهالشايب ختيار لا في عنا لا كادود ولا رادود غير رحمة الله.